الحلقة الأولى عن القهوة ومادة القهوة، فهو نبات يعني خلقه الله كجميع النباتات، وهذا النبات يستعمل كشراب ساخن، ويعني هناك يعني أنواع متعددة، الأرابيكا، الروبيستا إلى آخره، لكن يعني هذه الحبوب القهوة، نتكلم عن البن، لأن يعني حبوب البن، أما كلمة قهوة فتعني الشراب. وحبوب البن هذه لما تحمص، يعني هذه يعني تسخن على النار وتطحن، كان يعني المغاربة كانوا يضيفون مع أشياء حمص محروق أو شعير محروق، كانوا يضيفون مع بعض توابل لتنكيه هذه القهوة، وكان يعني في المساء كنا نشم هذه الرائحة، يعني تنبعث من جميع المنازل حتى في البوادي. استهلاك القهوة كان قليل في المغرب بالمقارنة مع الشاي، لكن الآن أصبح يعني شيء ظاهر، خصوص يعني في المدن. وكما قلنا البن فهو نبات يعني جيد، ولكن نتكلم عن حبوب البن، عن القهوة حبوب اللي كيشريوها الناس وكيطحنوها باش ما نضلوش الناس. أما الأشياء الأخرى المصنعة فلا نتكلم عنها في هذه الحلقة، نتكلم عن الأشياء التي توجد في الطبيعة والتي يشتريها الناس ويهيئونها يعني هم بأنفسهم. هذه حبوب القهوة لما الناس يشريوها يطحنوها، دابا ولاو الناس عندهم يعني بعض الطحانات في المنازل، يعني هذه التي يطحنوا بها التوابل والحبوب، يعني هذه المادة هي مادة عادية، يعني ليس فيها يعني ضرر، يعني إذا يعني ما استهلكت في الحدود المعقولة، إلا ما كتروش الناس منها، يعني يشربوا 25 مرة في اليوم، طبعا أي شيء الآن الناس يكتروا منه فيصبح مضر. فالقهوة معروفة على أنها يعني منشط، وهذا المنشط لأن كما قلت هي نحن لا نشرب القهوة من أجل البروتينات ولا من أجل أملاح معدنية ولا من الفيتامينات، يعني هناك من يبدأ يتكلم لنا عن بعض الأشياء. القهوة تشرب من أجل هذا المنشط اللي اسمه الكافيين، وهي مشروبات ترفيهية فقط، يعني يأخذها الناس لما يكونوا جالسين أو يأخذها الناس منشط، طبعا هي منشط، من ما نقول منشط فهي تنشط العضلات وتنشط كل أعضاء الجسم على المدى القصير، أم على المدى البعيد تصبح مضرة إذا ما أكثر الناس منها واستهلكوها يوميا ويعني بواحد الشكل كبير، فعلى المدى البعيد يعني تصبح خطيرة، ولكن على المدى القريب استهلكت فهو نبات يعني يسهل الهضم، طبعا يسهل الهضم، لماذا؟ لأنه منشط. ثم فيه هذه المادة الكافيين، هي المادة الأساسية في القهوة، وهي التي يعني القهوة تستهلك من أجل هذا المكون هو الكافيين. فيها أشياء أخرى عليين، القهوة غنية بالكلوروجينيك، حمض الكلوروجينيك، وفيها حمض الكينيك، هذا اللي هو اللي كيعطي مذاق شوية مر للقهوة، يعني هذه نكهة القهوة هي الكينيك اسيد، وهذا حمض الكلوروجينيك هو موجود في الرمان، في التفاح، يعني موجود، تكلمنا عليه في حلقات اخرى، لكن كميه الكلوروجينيك الموجوده في القهوه يعني لا في الجسم، لان نحن نستهلك كميه قليله، يعني هذا المشروب نعمله يعني ملعقه مثلا في براد كبير باش نحضر القهوه، يعني هذه المكونات ما تكونش بتركيز، لكن الكافيين يحتاجها الجسم بتركيز قليل، تركيز ضعيف، ولذلك فأي كمية نستهلكها من القهوة فهي كافية للجسم، يعني فنجان ولا اثنين ولا ثلاثة في اليوم ولا أربعة ما فيش مشكل، ولكن إذا يعني الناس استهلكوا هذه القهوة هذه بإفراط وفي الليل وفي النهار وكل يوم، فيكون مشكل على المدى البعيد، قد يكون مشكل على كل العضلات، وليس العضلات فقط، على القلب، على كل شيء، على كل العضلات. فهذا المكون الكافيين مع مكونات أخرى خطيرة جدا اللي هي الكافيستول، وهذه هذا الكافيستول هذا مع مكونات أخرى، لكنها يعني تنقص لما تخمر القهوة، لأن هذه حبوب البن تكون في قشرة، لما تجنى من الشجرة تكون في قشرة، وتخمر هذه الحبوب كي تزال هذه القشرة، حتى أن بعض نوع من القهوة العالي أن بعض الحيوانات يأكلون هذه الحبوب ويجترون هذه القشرة، ثم يرمون الحبوب، ثم تؤخذ هذه الحبوب وتحمص وتصنع منها يعني أعلى جودة القهوة يعني في العالم، فحتى لما يأكلها الحيوان ويرميها يعني مع برازه، ثم تؤخذ وتحضر منها قهوة. فهذه القشرة لما تخمر القهوة، يعني تزال هذه القشرة، ثم تبقى هذه الحبوب، يعني هذه القهوة اللي كيشوفها الناس قبل ما يسخنوها، يعني قبل التحميص، تكون خضراء شيئا ما، حبوب هذه طبيعية بحال مثل الحمص والفول والعدس والبازلاء، يعني هي حبوب عادية، لكن تحمص تصبح سوداء شيئا ما أو حمراء، ثم تطحن، يعني نهيئ منها هذا الشراب.
فيعني لما تخمر القهوة هذا مكون الكافيستول كيمشي مع التخمر مع هذه القشور، كيبقى فيها أثر الكافيستول، وكافيستول مادة سرطانية طبعا يعني هذه، ولكن كيبقى فيها أثر يعني ما يشكل خطر، لأن كثير من النباتات فيهم أشياء خطيرة، ولكن بهذا يعني الكمية بسيطة يعني لا تشكل أي خطر على الجسم، وربما تنشط يعني جزيئات أخرى أو كيماويات أخرى يعني في المادة. فهذه القهوة تخلط مع بعض الأشياء الأخرى مثلا مع حليب أو مع، فمن الأحسن أن تشرب القهوة لوحدها. إذا كان الناس يريدون تناول القهوة فليشربونها لوحدها، من الأحسن أنا أظن أحسن، أو أن يكون قليل من الحليب، هناك من يضيف قليل من القهوة للحليب جيد، هناك من يضيف كذلك قليل من الحليب للقهوة، لا يضر، علي فنجان صغير في هذا يعني لا يضر، لكن إذا يعني بدأ الناس يستهلكونها كمادة غذائية، يعني الناس يفطروا بها ويعني واحد فنجان كبير يعني فيه 100 ملي ولا 200 ملي، هنا غادي يكون مشكل، لأن طريقة استهلاك القهوة هنا غادا تكثر، وما غاداش تبقى القهوة يتناولها الناس كمنشط أو كشراب ترفيهي، إنما سيتناولونها كمادة غذائية، يعني ستدخل في طعام الفطور، وستدخل يعني في المساء مثلا في طعام المساء، هذه الوجبة الصغيرة في المساء إلى آخره. فعليا هذه هي القهوة، تستهلك من أجل الكافيين، هي منشط، وهي تنشط كما قلت يعني حتى الهضم، يعني القهوة من بعد الأكل هي تنشط الهضم وتنشط العضلات، تنشط كل يعني الجهاز العصبي وما إلى ذلك على المدى القصير وليس على المدى الطويل، لأن على المدى الطويل تصبح خطيرة بالنسبة للجسم. السلام عليكم.